المرأة عندك تولد وش عيب الله المرأة حاملة شهر التاسع وغادي يدير استجواب مع الشاب مامي شوية وتولد ليه بين يديه معك طير قبل حمصان شنو ترى لي هي ركض ها شنو ترى لي هو مرحبا بالشاب مامي معنا اليوم في هذه الحلقة الله يسلمك ويعزك يعني احنا جد سعداء بتلبيسكم الدعوة لينا لهذا البرنامج وحتى انا سعيد جدا وانا في المغرب هو في الحقيقة بلدي الثاني ولما نجي هنا نحس بروحي في بلادي ولما نجي يكون الترحيب هو يكون كاع الناس ما الحمد لله النجومية كتربح أشياء كثيرة طبعا كثيرة لكن واش كتخسر معها بعض الأشياء الواحد كي يبغي حاجة كيقول لك من عمرنا من أشاك فوا جامي أون بو فاغ Une omelette sans casser des œufs. Alors, c'est pour ça que. Ça va, c'est bon? Ça va, alhamdoulilah. La rire. Le wild rahir kel. Rahir kel. Oh, on est le vrai rahir hada. Il y a des kalimat, bret que tu fasses le homli. Ou, la hrash nous kaya ni oulik. Eh. Le hub. Hayat. Safar. Le madras de dunya. C'est bon? C'est bon. اسمع اروح دهن نعيط بزاف اسمع اروح حدا اروح حدا حدا هنا طبيعي عيب والله سي بون سي بون خليك تحط الكاميرا انت ولا لا حطها مش ماشي قاشها والسفرتي مع مراتك بحال هكا سي لا لا ما ولدهاكش ما توجعتش سي بون خلوا واحدة sinon on va essayer de faire l'accouchement ici c'est bon c'est bon ça والله العظيم لا ماينه قاعده تهضر معايا وديرها وانا هضر وحدي وما كانش مشكل والله العظيم من الكلمه الاخيره للجمهور من داركم سعيد شكرا وهي بالحقيقه درتي هديه